يسعد أوقاتكم حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله رح نحضر مع بعض من أطيب أنواع الكبة، مثل ما شايفين هالمنظر الحلو، وهي الكبة المشوية على الفحم. طعمها كتير طيب، بتشهي ورهيبة، ضروري تجربوها. تابعوا معي الطريقة للآخر، وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات وطبقوا الوصفة، وبعتوا لي صور تطبيقاتكم للوصفة على حسابي على الإنستغرام، الرابط بصندوق الوصف. لو أول مرة عم بتشوفوني بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وحابي اتشكر كل مشترك جديد انضم للقناة، أهلا وسهلا فيكم، نورتوني وعيلتنا الحلوة عم تكبر فيكم. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول شي رح نحضر عجينة الكبة. بنحتاج لبرغل ناعم، ما بينفع أبدا نستعمل برغل خشن. أنا هون عملت خليط ما بين البرغل الأسمر العمقي والأبيض، استخدمت تلتين برغل أسمر عمقي وتلت برغل ناعم أبيض. ممكن نستعمل كل الكمية أسمر وممكن نستعمل كل الكمية أبيض على حسب المتوفر عنا وعلى حسب نحن كيف نحب. أنا هون مستعمل كيلو ونص لأنه رح أعمل كمية كبيرة. رح أضيف عليها معلقة كبيرة كمون، وكمان رح أضيف عليها معلقة كبيرة فليفلة حمراء ناعمة أو بابريكا. هالإضافتين بيعطوا نكهة كتير طيبة للكبة، بس ما بيبين لونها ولا بتظهر نكهة الكمون في الكبة. وكمان رح أضيف عليها المي. المي بتحتاج لكل 3 كاسات برغل بتحتاج تقريبا كاستين مي، والمي بدرجة حرارة الغرفة. ومع البهارات كمان أنا أضفت الملح والملح على حسب الرغبة. تقريبا كل كاسة برغل بتحتاج معلقة صغيرة ملح، بس طبعا إحنا بعد ما بنخلط الخليط بندوق ونشوف الملح، مثل ما حكينا الملح على حسب الرغبة. هلا بخلطهم كلهم مع بعض وبغطي الخليط وبتركه يرتاح من نص ساعة لساعة لتفتح حبة البرغل براحتها. وهيك بعد مرور ساعة شايفين البرغل كيف أخذ كل كمية المي اللي نحن أضفناها. وفي حال نحن وعم نطحن الكبة احتجنا مي كمان للعجينة، منضيف مي بس منضيفها شوي شوي. كمان نحن بنحتاج لعجينة الكبة هبرة من دون شحمة أو دهنة مدقوقة مع قطعة تلج. لكل كيلو برغل بنحتاج من 3 أرباع الكيلو هبرة إلى كيلو هبرة، وأنا بضيف للهبرة فلفل أسود و7 بهارات، معلقة صغيرة من كل نوع. وكمان للعجينة كمان أنا أضفت بصلة كبيرة أو بصلتين متوسطات الحجم، بس أنا نسيت صورها بالفيديو. وهلأ بنطحن البرغل لحاله من دون ما نضيف عليه الهبرة مرتين بماكينة الكبة أو مفرمة اللحمة، وبعدين بنضيف عليها اللحمة بنرجع بنطحنها كمان مرة ثالثة، طبعا بالقطعة المتوسطة. هي بيجي مع ماكينة الكبة أو مفرمة اللحمة 3 قطع، بناخد القطعة المتوسطة. وهيك العجينة صارت عنا جاهزة. إذا حسينا نحن عم نطحن البرغل إنه ناشف بنقدر نضيف مي بس شوي شوي. وهلأ رح نحضر الحشوة بطنجرة على النار. أنا رح أضيف معلقة كبيرة سمنة أو زبدة أو زيت، المتوفر عنا منضيفه. رح أضيف عليها بصلتين كبار مفرومين ناعم وممكن 3 بصلات متوسطات الحجم. منقليهم شوي لتدبل البصلة معنا وتطلع ريحة البصلة الطيبة. منشيلهم بصحن على جنب، وبنفس الطنجرة اللي نحن قلينا فيها البصل بنرجع منضيف معلقة كبيرة سمنة أو زبدة أو زيت، منضيف عليها اللحمة. اللحمة كيلو ونص لحمة ناعمة، منقلبهم شوي مع بعض. هلا رح ضيف عليها مجموعة من البهارات. رح ضيف فلفل أسود و7 بهارات من كل نوع، رح ضيف معلقة كبيرة، ورح ضيف كمان قرفة أو دارسين رشة تقريبا نص معلقة صغيرة، بتعطيها نكهة كتير طيبة لحشوة الكبة. وما مننسى الملح، الملح على حسب الرغبة. بنقلبهم شوي لتستوي اللحمة وبتكون جاهزة لنضيف عليها البصل اللي نحن قليناه من شوي. وهلا بعد ما استوت اللحمة أضفت عليها البصل اللي نحن قليناه مع بعض، بنقلبهم مع بعض شي دقيقة أو دقيقتين، وهيك بتكون عندي حشوة اللحمة للكبة جاهزة. أنا بعد ما بطفي الغاز عليها بصفيها بمصفاية ناعمة منشان يروح منها كل السوائل والزيوت اللي أنا ما بدي إياها، وبتركها تبرد تماما. كمان لحشوة الكبة بنحتاج الشحمة، وهي أصولها بالشحمة. بنحتاج تقريبا كيلو شحمة مفرومة ناعمة. أنا طلبت من اللحام يفرم لي الشحمة، ضايف لي عليها فليفلة حمراء، بس ما في مشكلة. طبعا هي الشحمة لازم تكون بيضة. رح نضيف الشحمة بصحن، تقريبا كيلو شحمة ناعمة، ورح ضيف عليها معلقة كبيرة نعناع ناشف، وكمان رح ضيف عليها معلقة كبيرة فليفلة حمراء سورية أو بابريكا، ورح أضيف عليها معلقة صغيرة 7 بهارات أو فلفل أسود. بنخلطهم مع بعض وهيك خلطة الشحمة صارت جاهزة.
وممكن كمان تضيفوا عليها لحشوة الشحمة رمان حامض، ضروري يكون رمان حامض، بيطلع معنا أطيب في الكبة، بس أنا ما كان متوفر عندي. منضيف حب رمان بقلب الحشوة، وممكن كمان نضيف دبس رمان، بس أنا وعيلتي منحب ناكل جنب الكبة بعد الشوي دبس الرمان، منغطس دبس الرمان فيها ومناكلها، لهيك أنا ما حطيت في قلبها. طبعا مثل ما حكيت هاي الإضافات على حسب الرغبة. هاي اللحمة بعد ما صفيتها وبردت تماما رح أضيف عليها المكسرات، ممكن تستغنوا عن المكسرات، بس أنا كان متوفر عندي مكسرات أضفتها لحشوة اللحمة. رح أضيف عليها صنوبر وجوز مقلايين بسمنة، ممكن كمان يكونوا مشويين شوي بالفرن، نخلطهم كلهم مع بعض، وهيك خلطة اللحمة والشحمة صاروا عندي جاهزين. أنا رح أخلط الشحمة مع اللحمة لتصير علي أسهل بالحشي، ممكن نتركها مثل ما هي، نحشي لحمة وبعدين شحمة وبعدين نسكر الكبة، مثل ما بتحبوا على حسب الرغبة، بس أنا هيك بلاقيها أسهل. العجينة عنا جاهزة والحشوة جاهزة، هلأ صار وقت نحشي الكبة ونشكلها أقراص بالطريقة الموضحة بالفيديو. هاي الطريقة طريقة سهلة بسيطة سريعة، وأهم شي بتطلع معنا كل حبات الكبة بنفس المقاس. أنا عملت الكبة مقاسين، مقاس وسط ومقاس صغير، ولادي بيحبوا المقاس الصغير بصير عليهم أسهل في الأكل. طريقة مثل ما شايفين سهلة وسريعة وما بتاخد وقت، وبتطلع معنا الكمية كلها بنفس المقاس. وهيك صارت عنا الكبة المشوية جاهزة، شايفين ما أحلاهن؟ هلأ صار وقت نشويها على الفحم، طبعا هي هيك الأصول، بس إذا ما كان عنا منقل شوي أو الجو ما بيساعد نشوي، ممكن نشويها بالفرن، وبالآخر منحط عليها قطعة فحم وزيت لتاخد نكهة الفحم، بس طبعا هي أطيب بكتير نشويها على الفحم. مثل ما حكيت لكم أنا رح أشويها على المنقل، شايفين هالمنظر؟ شي بياخد العقل، عن جد شي ناهي، ريحتها ما بقدر أوصف لكم إياها، ريحتها عبت الحارة، طلعت ولا أطيب. ولازم تتاكل سخنة، لازم تتقدم وناكلها سخنة، بتطلع أطيب لأنه في بقلبها شحمة. ومنقدم معها صوص دبس الرمان، وممكن كمان نعمل معها جنب عصير الرمان الحامض الفريش، طبعا ضروري يكون حامض لتطلع أطيب. وكمان ممكن نقدم معها شوربة عدس، ويا سلام، عن جد شي غرام، أكلة ملوكية. وهيك وصفتنا صارت جاهزة، شايفين الجمال؟ عن جد رهيبة، بنصحكم تجربوها لأنه وصفة من الآخر. إذا حبيتوا الوصفة بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، ولتكبر عائلتنا الحلوة فيكم، وإن شاء الله بشوفكم بوصفة جديدة بأمان الله.